إذا للحديث عن الصراع السياسي في العراق واعتراف شركاء العملية السياسية بتحول العراق لمرحلة لا دولة، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري. دكتور جاسم، مرحبا بكم. يعني هذا الصراع السياسي كيف يعني كشف ضعف العملية السياسية وهشاشتها حاليا أكثر من ذي قبل؟ بمعنى كيف يمكن تقييم ما تمر به العملية السياسية في الوقت الراهن دكتور؟ نعم، شكرا لكم. انا اعتقد انه هذه الهشاشه في العمليه السياسيه ليست جديده، وانما الاختلاف اليوم ان هنالك اختلاف على تقسيم الكعكه او توزيع المغانم كما يقال. والا فاعتقد انه الخلافات هي ربما منذ بدايه اول عمليه سياسيه بعد عام 2005. نعم. وبالتالي رأينا حينها هنالك نوع من الرضا في توزيع المغانم ما بين القوى الفاعلة. هذا التوزيع للمغانم جعل الجميع يرضون بما ينالونه من يعني مكاسب كبرى من العملية السياسية، وبقيت هذه الحالة إلى أن صرنا أمام يعني مرحلة ما بين التناحر الشعبي والتناحر السياسي. التناحر الشعبي أو الرفض الشعبي بدأ واضحا بثورة تشرين، والتناحر السياسي بدأ واضحا من الانسداد السياسي المستمر منذ تشرين الأول أكتوبر 2021 وحتى اليوم، ورأينا كيف أنه وصل إلى مديات يعني دموية. نعم. ورأينا كيف أنه قبل شهر تقريبا أن المناحرات الميليشياوية كانت في قلب العاصمة العراقية بغداد. هذا الأمر يؤكد غياب البرنامج الوطني لقيادة العراق، وإلا لو كان هنالك مثل هذه البرامج الوطنية لا يمكن أن يتم الاختلاف على منصب معين، مثلا على منصب رئاسة الوزراء، رئاسة الجمهورية، رئاسة البرلمان. يفترض أن تكون المصلحة الوطنية مقدمة على المصلحة الحزبية والشخصية، لكن مع الأسف هذا الأمر غير موجود في مجمل العملية السياسية الموجودة في العراق اليوم. طيب دكتور، لو تناولنا تصريح للحزب الديمقراطي الكردستاني، تحدث صراحة وبشكل جريء عن وجود حكومة في العراق، ولكن في نفس الوقت قال الحزب بأن العراق يمر بحالة اللا دولة. السؤال هنا، كيف تقبل حكومة بهذه التجاوزات على مؤسسات الدولة، وأيضا أنتم ذكرتم الاقتتال بالشارع بهذا الشكل الذي حصل مؤخرا في بغداد، كيف يتم ذلك دكتور؟ أنا لا أدري عن أي حكومة تتكلم جنابك. تعلم أن الحكومة الموجودة اليوم هي حكومة تصريف أعمال يومية، لا يحق لها تنفيذ أي فعل خارج إطار تمشية الأمور اليومية للبلد. هذا من جانب. من جانب آخر، تعلم جنابك أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لم يأتي بموجب الانتخابات، يعني لم يكن لديه كتلة انتخابية، لم يفز يعني ضمن كتلة انتخابية كبيرة ورشح من قبل هذه الكتلة، وإنما جيء به من أجل إرضاء جماهير تشرين كما يقال. نعم. وكان بديلا لرئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي الذي تورط بقتل أكثر من 700 شاب عراقي وجرح أكثر من 20,000 آخرين. نعم. في ثورة تشرين. وبالتالي لا توجد حكومة، حتى لو فرضنا أننا نتكلم بالمنطق الذي يتكلمون به وهو منطق الانتخابات والعملية السياسية والفوز بالانتخابات، لا توجد حكومة منتخبة من قبل الشعب. يعني نحن نتكلم بالمنطق الذي يتكلمون به. نعم. وبالتالي الحكومة الموجودة هي حكومة غير منتخبة أصلا. وهذا الكلام يعني فيما لو كانت هنالك أصلا عملية سياسية نقية، وأيضا هذه الحكومة غير أصيلة على اعتبار أنها حكومة تصريف أعمال يومية. نعم. وبالتالي نحن فعلا أمام حالة اللا دولة. كيف يمكن أن تكون الدولة؟ الدولة الواضحة هي الدولة القادرة على حفظ السيادة الخارجية وحفظ السيادة الداخلية. اليوم حينما نتابع على سبيل المثال السيادة الخارجية،
نجد أن الزوار الإيرانيين الذين جاءوا لزيارة كربلاء والنجف، نجد أن يعني بعضهم دخل إلى العراق بجوازات سفر منتهية الصلاحية، ورأينا التدافع الواضح للدخول إلى العراق وكأنهم يدخلون من مدينة إلى مدينة وليس من دولة إلى دولة. هذا السيادة الخارجية. أما من ناحية السيادة الداخلية، تعلم جنابك أنه قبل شهر تمكن أتباع مقتدى الصدر من قلب الطاولة على الجميع، من السيطرة على المنطقة الخضراء، من دخول البرلمان، من دخول قصر السلام التابع لرئيس الجمهورية. كل هذه الفعاليات والحكومة لم تحرك ساكنا، لأنها لا يمكنها أن تواجه المتظاهرين الصدريين. وعليه كيف يمكن أن تكون دولة وكيف يمكن أن تكون هنالك حكومة في هذا الإطار دكتور، الداخلية والخارجية. دكتور، نبقى في هذا المفصل تحديدا، موضوع غياب مفهوم الدولة في العراق، هل تعتقد أنه قد يقود الصراع إلى مرحلة أكثر تعقيدا؟ بمعنى، هل استطاعت الكتل السياسية أن تنهي احتمالات العودة إلى الاقتتال مجددا في المستقبل المنظور؟ أعتقد، وهذا ما ذكرته في مقال يوم أمس في صحيفة عربي 21، أن العراق مقبل على مرحلة تغييرية أو انقلابية بين قوسين. هذه المرحلة لا يمكن أن تبقى على هذه الحالة السلبية القائمة. هنالك قبل شهر تقريبا كانت هنالك مناورات بدولة عربية مجاورة، كانت مناورات منفردة لقوات هذه الدولة مع قوات أمريكية، والآن هنالك مناورات مجتمعة مع القوات الأمريكية في دولة عربية أخرى مجاورة للعراق. أنا في تقديري، وربما أكون متوهما، أن زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط لها علاقة بهذا الأمر. ربما حملت معها تهديدات من واشنطن، هذه التهديدات لزعماء الكتل السياسية إنه إن لم تتفقوا فإن التغيير قادم في العراق. وربما يعني وقيل بموجب تسريبات يعني ذكرت بموجب تسريبات يعني من داخل المطبخ السياسي، أن المبعوثة الأمريكية هددت أو قالت بلغة التهديد أنه يتوجب بقاء مصطفى الكاظمي رئيسا للحكومة، وهذا يعني أن الإطار التنسيقي لن يقبل بهذا الأمر، وهذه ربما دفعة كبيرة للتيار الصدري. وبالتالي أعتقد حينما نتحدث عن هذه المناورات ونتحدث عن التسريبات التي بدأت تظهر بشكل غريب ومتناوب، ربما في كل يوم هنالك تسريب جديد لتهيئة الشارع العراقي لتغيير ما، هذه المعطيات بالإضافة إلى ضياع الخدمات والفقر في القطاعات الصحية والخدمية والتعليمية وغيرها، كلها عوامل دافعة لتغيير مرتقب في العراق. أما أن يبقى العراق هذه الدولة المهمة والكبيرة في الشرق الأوسط على هذه الحالة، حالة لا دولة، كما ذكر يعني البيان حزب الديمقراطي الكردستاني، أعتقد أنه هذا من المستحيلات. يجب أن يكون هنالك تغيير في العراق، إما ترميم كبير لعملية سياسية وإما تغيير كبير لهذه العملية. دكتور، وأنا أعتقد أنه النظرية الثانية وهي التغيير هي أقرب، وهنالك ربما سيناريو سيظهر قريبا للحالة العراقية. دكتور، لو تحدثنا عن الضغط الإيراني، تعتقد أن إيران ربما تكون قادرة على إنهاء الأزمة السياسية في العراق وبالتالي تستطيع أن تصنع حكومة جديدة تؤيدها، أم أن إيران تتقصد ترك الأمور تنزلق أكثر وذلك من أجل استنزاف جميع الأطراف؟ إيران اليوم ليست إيران الأمس، إيران بعد مقتل سليماني ليست إيران قبل مقتل سليماني، إيران التي لديها موقف متعنت اليوم من المفاوضات فيما يتعلق بالملف النووي هي في موقف محرج. وبالتالي يبقى السؤال، من هي القوى العراقية التي يمكن أن تتناغم أو تستجيب للرغبات الإيرانية؟ هذا هو السؤال. هل هنالك
قوى عراقية الآن متواجدة في المشهد السياسي والعسكري تستجيب وتأتمر بأوامر إيران، من يقول يعني، وتعلم جنابك هنالك كثير من القوى يعني تقول نحن نأتمر بأوامر الخامنئي، وبالتالي هذه القوى هي التي ربما تحاول إرباك المشهد العراقي. ربما هنالك شيء ما بعد زيارة الأربعين. أنا أعتقد أن العراق في كل الأحوال مقبل على مرحلة جديدة. هذه المرحلة لا أظنها ستكون وردية، لكن في كل الأحوال تبقى الكرة الأهم هي بملعب الشعب العراقي. يفترض بالعراقيين أن يتكاتفوا، أن يتلاحموا، أن يقفزوا على السياسات الهادفة لتمزيقهم عبر الدعوات الطائفية والمذهبية والقومية، وأن يضعوا أيديهم بأيدي بعض من أجل الخلاص وبداية مرحلة جديدة في العراق خالية من القتلة والمجرمين والإرهابيين. الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري، شكرا جزيلا لكم.